اخوتي المغاربه، انا با راجل كبير تعداو عليه واحد الناس طاغيين كيتعداو بزاف في هذيك الزنقه ديما. يعني كانوا كيجيو عندي صحاباتي يزوروا الوالد ديالي كيهرسوا ليه الطوموبيلات، كنسامحو ماشي مشكل. معدين بزاف، هو واحد اللي ضرب با داير فيها بانه عساس بدون رخصه، تمايا تعدى على با ضربوا لي يدي، قطع لي العصب ديالو وهرس ليه يدو الاخرى جوج الهرسات وضربينو في راسو ما عرفت شحال فيها من غرزه تقريبا. وتعدوا على السيد بزاف، ضاربينو في كرشو، داك كان داير عمليه العام اللي فات ديال الفدق، كرشو كلها كل هذا الفدق كله تفرقع خرج على برا. وانا كنطالب من الناس ولا اللي في يدو باش يساعدنا معنويا، الله يرحم لكم الوالدين، ومن السلطات ومن القضاء الله يرحم لكم الوالدين، توقفوا مع هذا السيد وتكونوا في الصف ديالو، الله يجازيكم بخير. ما كيضرب في الباب، يلا 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 كيضرب في الباب، كيضرب في الباب. يا ولدي يا ولدي، قلت لها انت سيدي، راه السيد هذا دار لينا وهذا دار لينا وهذا دار لينا. خرج ولدي برا، تم جا هو بحديد ديالو، ضربني فم الباب، هرسني من يدي. دخلنا الداخل، رجعنا من هرسني، تفكت قضية تفاكوا. دخلنا للدار، ولدي شد بيدي تم غادي بيا، الدراري الاخرى مسطين التيم سدوا عليكم ما تحلوا لحد. تمينا غادينا ولدي، يلاه تفرزنا من الدار، الا تفرزنا من الدار تمينا غادين. انت غادي للسبيطار؟ اي تعرضوا لي وليدي، كنقول يا وليدي زيد يلا بسم الله وليدي زيد يلا. قال لي شحال؟ قال لي امك غادي بيه السبيطار. قال لي انا غادي بيه السبيطار. حبسوها وليدي قدام واحد الدار، هو عبد الطيف وخوه والكلاب وولد خوه، شيلوا عليه ضربوه للراس، ما حكموش شيء، هرب لهم. رجعوا لي انا ولدي، ضربني عبد الطيف الليل هذه، كنقول له عاشك وليدي انا مزوفه، كان غيضربني عنقي، كان غيضربني عنقي، ضربني ليدي، عاود طنططني للراس ثاني، ضربني الراس، شتف عليا، قلبوني ما عرفت شكون اللي ضربني انا على الاخر، داتي ما عرفت شكون اللي ضربني. الحي الحسني في الدائرة 15 الدار البيضاء، حولونا على الدار الحمراء لابيجي، وواحد راه في حالة اعتقال دابا، والثاني باقي في حالة سراح، باقي على برا ما شدوش. وانا كنطالب من سي الحموشي يوقف معانا في هذا الشيء اللي وقع للوالد ديالي، راه مكرفس بزاف بزاف، معذب، ما كيقدرش يمشي حاشاكم التواليت بوحدو، ما كيقدرش ياكل، خاص شي واحد يوكلو الدواء ديالو، يوكلو الماء، يوكلو يدو، ما كيتحركوش ليه بجوج. كنطالب كنطالب بزاف، الله يرحم الوالدين في هذا الشهر الكبير عند الله، كنطالب السي الحموشي يوقف معانا في هذا المشكل هذا.